سرعة لا تضاهى، ليس كأي شيء عرفه العالم من قبل. في غمضة عين يمكن أن يضرب فيدمر ويفتك دون أي أثر، ليترك العدو في حيرة من أمره غير مدرك لما حدث. أنتم الآن تنظرون إلى المولد الفرط صوتي هايبرسونيك جينيريتر، اختراع سيغير قواعد اللعبة العسكرية ويعيد تعريف معنى الحروب الحديثة. مولد كهربائي أسرع من الصوت، اخترعه الصينيون مؤخراً فأثاروا غضب الأمريكيين والروس سوية. فكيف يعمل هذا المولد؟ وما علاقته بالحروب؟ وما هي الأسلحة التي يستخدم فيها؟ في عام 2020 نشر الجيش الهندي قواته على موقع حدودي متنازع عليه مع الصين، وخلال وقت قصير أصيب بعض الجنود الهنود بآلام شديدة في المعدة. البعض الآخر أحس بدوار وبدأ بالتقيؤ، وآخرون ارتفعت حرارة أجسادهم بشكل ملحوظ، حتى أصيب جميع من حضر بأمراض مختلفة، فاضطروا إلى الفرار تاركين موقعهم. ما حدث مع الجنود أصبح لغزاً حير العالم. ما سر هذه البقعة الجغرافية؟ ولماذا لم نسمع عنها شيئاً من قبل؟ لكن بعد أشهر جاءت الأخبار من الصين على لسان الباحث الصيني جين كان روغ، وذلك خلال محاضرة عسكرية في بكين. كشف فيها عن سلاح سري استخدمته الصين في موقع الحدود الهندية، يعمل بموجات متناهية الصغر ويعتمد على نبضات ذات تردد عالي تهدف إلى رفع حرارة أجسام الأشخاص الموجه عليهم السلاح. وبحسب تقدير الخبراء إن الجنود الهنود عاشوا حرفياً داخل فرن مايكرويف. لتصف صحيفة ديلي ميل ما حدث بأن الصين قامت بطبخ الجنود وهم أحياء، وبذلك انتصرت الصين بهذه المعركة البسيطة دون أن تطلق رصاصة واحدة. هذا السلاح ليس جديداً على العالم، لكن استخدامه في عمل عسكري هو ما أصبح سابقة عسكرية، خاصة أنه يحتاج إلى طاقة عالية وموجهة. ومنذ ذلك الحين تعمل الصين على اختراع مولدات قادرة على تشغيل الأسلحة النبضية، حتى نجحوا باختراع مولد أسرع من الصوت. فما قصة هذا المولد؟ هايبرسونيك جينيريتر. نجح العلماء الصينيون مؤخرا باختراع مولد فرط صوتي يحول الغاز الساخن الذي ينتقل بسرعات تفوق سرعة الصوت إلى تيار كهربائي بطاقة هائلة يمكنه تشغيل أسلحة مستقبلية متطورة. يعمل المولد من خلال تسببه بانفجارات تحول الغاز إلى بلازما سريعة، ثم يتم تحويل طاقة البلازما بعد ذلك إلى كهرباء عالية القوة، وذلك عن طريق ضغط غاز الأرجون وتسريعه إلى ماخ 14، أو بمعنى آخر 14 ضعف سرعة الصوت. نجح المولد حسب الخبراء بإنتاج كهرباء عالية الطاقة داخل نظام بسيط ومضغوط نسبياً، وبذلك سيتمكن المولد من معالجة أهم التحديات التي تواجه الخبراء في الأسلحة النبضية، والتي تطلق دفعات هائلة من الطاقة لتدمير الهدف، حيث تتطلب بعض أسلحة الليزر القوية قيد التطوير حالياً الكثير من الطاقة دفعة واحدة، وذلك لتدمير الهدف من على مسافة بعيدة. الأسلحة الموجهة Direct Energy Weapon، تعرف اختصاراً باسم DEW، أسلحة بعيدة المدى تدمر الهدف من خلال طاقة مركزة دون استخدام القذائف. تتمتع أسلحة الطاقة الموجهة بالعديد من المزايا الرئيسية مقارنة بالأسلحة التقليدية. أهم ميزة هي أنها تستخدم بشكل سري من خلال إشعاع لا يصدر صوتاً وغير مرئي ولا يتأثر بالجاذبية، مما يمنحه مساراً مسطحاً. من المحتمل أن تقضي أسلحة الليزر على العديد من المشكلات اللوجستية فيما يتعلق بإمداد الذخيرة طالما أن هناك طاقة كافية لتشغيلها.
أما من مساوئها أن الطاقة تضعف كلما ابتعد الهدف، كما أنها لا تعمل في الظروف الجوية السيئة. بعد عقود من البحث والتطوير من قبل دول العالم، لا تزال معظم أسلحة الطاقة الموجهة في المراحل التجريبية، لكنها في الآونة الأخيرة تشهد اهتماماً متزايداً من قبل الثلاثي الأمريكي والصيني والروسي. فقد شهدت الولايات المتحدة عدة محاولات لاختراع الأسلحة الموجهة، وكانت المحاولة الأكثر جدية في عام 2002 مع سلاح الليزر يال 1A، وهو مصمم لتركيبه على الطائرات، ومهمته تقوم على إسقاط الصواريخ الباليستية. أما في الصين فكانت قد بدأت عمليات تطوير الأسلحة الموجهة منذ التسعينيات، وكشفت عن أول سلاح لها في عام 1995 ZM-87، والتي تم تصميمها لإلحاق الضرر بعيون الأعداء خلال المعارك. وزعمت الصين أنها تمكنت من تطوير بندقية تعمل بالليزر تصيب الهدف من على بعد كيلومتر واحد وتسبب حروقا فورية بالعدو. وتتقدم رغبة الصين في تعزيز قدرات الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، حيث يعمل باحثيها على مدار الساعة لكسب ميزة على الولايات المتحدة وحلفائها. ويقال أنها تعمل على سلاح مايكروويف عالي الطاقة يمكن استخدامه لتعطيل الأقمار الصناعية والطائرات. أما روسيا فقد بدأت برامجها ضمن الأسلحة الموجهة في السبعينيات، وعملت على تطوير استخدام الليزر على الطائرات، وبعد سنوات بدأ تطوير أسلحة يتم تثبيتها على السفن هدفها ضرب الأنظمة الكهروضوئية للعدو. تزعم روسيا أيضاً أنها استخدمت أسلحة الليزر خلال حربها مع أوكرانيا، أسلحة أطلقت عليها اسم زاديرا، مهمتها إسقاط الطائرات المسيرة. وإذا صدقت روسيا بهذه المزاعم، ستكون بذلك أول دولة في العالم تستخدم الليزر كسلاح في الحرب. من المتوقع أن ينمو سوق أسلحة الطاقة العالمية الموجهة من 9,240,000,000,000 أمريكي في عام 2022 إلى 17,430,000,000 أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 9.48%. فهل تحل الأسلحة الموجهة مكان الأسلحة التقليدية مستقبلاً؟ شاركنا رأيك في التعليقات.